الإعلان هو إزاي تروج سلعة أو خدمة أو حتى فكرة؟ إزاي تقنع البني آدم اللي بيتفرج على الإعلان بتاعك إن اللي أنت بتقوله ده أصح حاجة وأي حاجة تانية غلط؟ إنه ينزل يشتري الحاجة اللي بتعلن عنها، يرفع التليفون ويطلبك، يصبغ شعره، يطلع فلوس أكتر من جيبه، تخليه ما يحوش فلوس لبكرة، يحب ولاده أكتر أقل، يطلق مراته، يتخن، يرفع. المهم إنك تتحكم فيه وتأثر فيه. علشان ابقى صريح، تلعب في دماغه. انت عارف، انت لو ساكن في مدينة عادية تتفرج على التلفزيون ساعة واحدة بس في اليوم، ومن البيت للشغل ومن الشغل للبيت، بتشوف كام اعلان في اليوم؟ لا اكتر شوية، ضعف الرقم ده. ايوه، 4000 اعلان في اليوم. انا نائل الدخاخ، او نائل على طول للاسف. الحملة بتاعت دي كل دول انا عاملهم من الالف للياء. انا كنت اكبر اسم في مصر، بس عارفين لما واحد كده يبقى فتوت الحتة كده وماشي جامد كده وبتاع، ويجي عيل صغير يرزعه حتة قفا. اعلانات تانية كتير انجح مليون مرة، مش انا اللي عاملها. كريم الشباشي كان عايش في كندا، بيلعب جيتار، شعره ناعم، كل الناس بقت تحبه، وبقى احسن واحد بيجيب افكار اعلانات في مصر. الدنيا عمر ما كان فيها عدل. من ساعتها وانا باخد مرتبي على لعب في شعري، لان مفيش ولا فكره ليا بتتقبل. بسم الله ما شاء الله، كريم مكوش على كل حاجه. نائل، يلا ورايا على اوضه الاجتماعات، في عامل جديد. هي دي اللي بسميها فرصتي الاخيره. علي خالد. نائل الدخاخري. بايه الدخاخري؟ قولوا لي نائل على طول. اسر نائب، احنا ممثلين لاكبر منظمه اهليه لمكافحه المخدرات في الشرق الاوسط، وعايزين نعمل اعلان يخلي الناس ما تشربش مخدرات. واللي ما بيشربش ما يجربش. الدراسات اثبتت ان السبب الاول اللي بيخلي الشباب تدمن المخدرات هو حب التجربه والثقه الزايده في النفس. كل واحد بيفتكر نفسه اقوى من المخدر، وانه لو جرب مره هيقدر يبطل عادي، لكن للاسف بيقع في الفخ. ممكن افهم اكتر؟ المطلوب هو اعلان موجه للشباب يوضح خطوره تجربه المخدرات حتى لو لمره واحده. احنا عملنا اللوجو والسلوجن ده، دي المخدرات حلوة بس هتدمرك، بس للأسف حاسين انه مش كويس كفاية. هو الموضوع صعب، صعب قوي طبعا، بس احنا سألنا على اللي عامل حملة وعرفنا ان انت اللي عاملها. دي كانت حملة كريم. انا كمان معجب بيها جدا. لا الموضوع سهل قوي، ان شاء الله اعمل لكم حملة احسن من اللي عجباكم دي كمان. اهم حاجه يا استاذ نائل ان الناس ما تحسوش اعلان قوي، يعني مش مباشر، عايزين الناس في الاخر تتفاجئ. ما تقلقوش، هشتغل لكم عليه واطلع حاجه حلوه قوي ان شاء الله. واضح انها فعلا فرصتي الاخيره. الموضوع طلع صعب قوي، الدنيا مفيش فيها حاجه بالسهل. مفيش خالص. عامة هما حاجتين لازم يتعملوا. أولا بحث مفصل عن المنتج. ريسيرش. وبدأت الريسيرش بتاعي. والحمد لله إن ربنا ألهم الإنسان وخلاه يخترع حاجة مهمة قوي. الإنترنت. جبت معلومات عن جميع انواع المخدرات، كلها، شكلها، سعرها، بتعمل ايه في البني ادم، كميه الاضرار، محتاجه مليون كتاب تتكتب فيها. امراض في المخ، في القلب، في الكلى، غير الامراض النفسيه. البوظان اللي بيحصل في المخ بيحول الانسان لحيوان. لازم كمان اعيش وسطهم واشوفهم وهم بياخدوا المخدرات. وكان لازم برضه اقعد مع واحد منهم واساله عن تجربته. وانت خلاص بطلت؟ الحمد لله. ورجعت زي الاول؟ يعني ما حسبتش، 5 سنين راحوا من عمري وان تركيزي تقريبا قل النص، يبقى رجعت زي الاول. طب معلش، اكيد انت ايام ما كنت بتشرب مخدرات في مليون واحد قال لك لو اخدت مخدرات ايه اللي هيحصل لك؟ لو جربتها ما اظنش هتفضل تفكر كده. تعمل ايه؟ عمري ما هعرف اشرح لك طعم حاجه او ريحه حاجه. عشان تعرف لازم انت تجربها بنفسك.
الدنيا مكان عجيب. نايل، ايه اخبار الافكار؟ معادنا مع العميل لحد الجاي. جبت كذا فكره كده وبدات اشتغل عليهم اوريدي. ماشي. مفيش وقت، بس مش عيب يعني، عادي بتحصل. في حل، اني اعمل تاني حاجه المفروض اعملها. تاني حاجه بتتعمل بعد البحث المفصل هي تجربه المنتج. يعني لو سمنه تاكل بيها، لو عربية تسوقها، لو مخدرات. الو، يا ميار، هاجي بكرة. والله يا ستي هاجي بكره، بس ممكن. يلا باي باي دلوقتي عشان بعمل حاجه. يا ماما كويس. لا كله تمام ماما، ممكن بس نقفل دلوقتي عشان في دي شغل لازم اخلصه. يلا باي. عشان ادمن محتاج اخد من كل نوع اكتر من 6 مرات في الشهر. عشان ادمن، واكيد اكيد ده مش هيحصل. تاكل احلى اكله في العالم، تقضي يوم مع احلى بنت خلقها ربنا، تكسب 1,000,000 جنيه من غير ما تعمل اي حاجه، مصر تكسب كاس العالم، برضه عمرك ما هتتبسط زي ما انا مبسوط دلوقتي. الدنيا مكان جميل. هو النهارده ايه؟ هو النهارده ايه؟ انت عارف النهارده ايه؟ النهارده الخميس. النهارده الحد. انت عارف انك ما كلمتنيش من الحد اللي فات؟ نايل، انت ليه شكلك مش طبيعي كده؟ بتتكلم بجد؟ النهارده حد؟ نرد عليا. انت فيك ايه؟ وانت انت بتشرب مخدرات؟ بشرب مخدرات، اسمها مضرب مخدرات. انت حابب نسيب بعض؟ ايه الهبل ده؟ انت عمرك ما عدى يوم غير ما تكلمني فيه. انت ما شفتنيش من اسبوعين. بقالي اسبوع كل ما بكلمك يا موبايلك مقفول يا بتردش. ندى معلش، حقك عليا. والله العظيم انا ده انا بموت فيه. بس اليومين دول بس مش مظبط. لازم اجيب فكرة اعلان ياما اترفت. روح اللي اسمها ندى بقى وقول لها الكلام ده. ما يعرف. استني. النهارده الحد. يا مار. ايوه يا ماما. هو مار. انت فين يا نايل؟ لا لا ما تجيش خالص، ولا النهارده ولا بكره، مش عايز اشوف وشك تاني. سلام. كان صعب.
اكتشفت حاجات مهمة أوي. أنا ما خدتش مخدرات عشان الإعلان، وكمان ما أدمنتش من سادس مرة ولا حاجة. الإدمان عمره ما كان بالجرعة، وعمر ما إن الواحد كان بيجرب مبرر لأي حاجة. أنا لازم أفوق، أنا هبطل مخدرات وهجيب فكرة حلوة جدا للإعلان. خلاص هبقى مخرج جامد. أيوة أنا بقى عندي خبرة جامدة جدا في الإخراج، وهبقى عالمي بسهولة، وهروح خالد يا معلم، وهتجوز ميار وأخلف ونعيش في بيت من السبع بيوت اللي هيبقوا عندنا. لو كانوا قالوا لي اعمل 10 اعلانات عشان الناس تشرب مخدرات، كان زماني عملت احسن حملة اعلانات في التاريخ. بس عشان اعمل اعلان اقول للناس ما تشربوش مخدرات، هو اعلان واحد بس اللي عرفت اعمله. شمس النهار هتجيني هتغني وتصحيني، غنوة أمل وحياة ولا عمري سمعتها. مع أول شوق هروح وهشوف حاجات كتير ما شفتش زيها. مع أول شوق هروح وهشوف حاجات كتير ما شفتش زيها. عصفور جناحه حريق هيطير لفوق ويطير، يحكي لي عن اساطير ولا عمري سمعتها. مع اول شوق هروح واشوف حاجات كتير ها 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 ما شفتش زيها. مع اول شوق هروح واشوف حاجات كتير ما شفتش زيها. الكون هيضحك تاني والنور هيستناني، اضحك خلاص يا زماني ما الفرحة عرفتها. الفرحة عرفتها. Hey, 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 hey